اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من حديث الاخبار. انا شادي شاش، وحنتابع معكم تفاصيل عدد من القصص الاخباريه المحليه والاقليميه والدوليه، بالاضافه الى حوارنا مع ضيفنا الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الحليم قنديل، والذي نستعرض معه تداعيات وتطورات العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود مصر للتوصل لوقف لإطلاق النار، أيضا نتائج مؤتمر ميونخ، هل ينجح المجتمع الدولي في الضغط على إسرائيل من أجل التوقف عن اجتياح رفح؟ ويشهد العالم بأسره بما حققنا من إنجازات لتمضي مصر في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة لبناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات. أقول لكم بكل صدق إنه من خلال وعي هذا الشعب ومخزونه الحضاري الممتد لآلاف السنين، فإنني على ثقة كاملة من قدرتنا على تحقيق المعجزات وتغيير واقع الحياة في هذا الوطن لما نرضاه ونفخر به. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا حب. مصر 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 يا أطهر قلب، علمتينا علمتينا الحب. نبدأ أخبارنا بالشأن المحلي، حيث تبذل الدولة جهودا قوية في توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. في هذا الإطار وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في علاج الأورام السرطانية، استحدث المعهد القومي للأورام جناحا جديدا للعلاج الإشعاعي بقسم علاج الأورام بالأشعة والطب النووي، حيث من المقرر أن يتيح الجناح عمل 20,000 جلسة إشعاع سنويا، بما يمكن المعهد من علاج حوالي 1,000 مريض أورام سنويا. كما يتضمن الجناح غرفة للتحكم في الجهاز بواسطة الأطباء والفنيين، وغرفة مجهزة لاستقبال وانتظار المرضى. المزيد حول جهود الدولة في مواجهة الأمراض السرطانية بينضم لنا هاتفيا الدكتور حسين خالد، أستاذ الأورام وعميد معهد الأورام الأسبق. أهلا بك دكتور. بداية، كيف ترى كل هذه الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة وعلاج الأورام السرطانية؟ الحقيقة طبعا في خطة واضحة دلوقتي لمكافحة الأورام في مصر، والخطة دي بتشمل يعني إنجازات سريعة وخطط طويلة متوسطة وطويلة المدى. الخطط السريعة هي نظام المبادرات، اللي هي بيتم التركيز على مشكلة لإحساس يعني لحل بعض المشاكل وإحساس المواطن العادي بنتيجة هذه الخطط، زي المبادرات الحالية اللي موجودة. بالنسبة للطويلة الأجل بقى، هو إن إحنا يعني بنحدث وبنبني وبنكمل البنية التحتية والبشرية الخاصة بمكافحة الأورام. وعلى سبيل المثال قدامنا المعهد القومي للأورام. المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، أنشئ سنة 69 بمبنى يعني 6 أدوار، وبعدين بعد كده سنة 89 تم إنشاء المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام، واستمر هذا المبنى في الخدمة لغاية عام 2010. وبعدين بعد كده الحقيقة بعد 2010 تم بداية تجديد هذا المبنى، وأيضا ظهر مبنى جديد أو تم إضافة مبنى جديد في التجمع الأول، وهو مبنى مخصص لأورام الثدي، وده كان بداية من 2013-2014. وبعدين بعد كده الحقيقة أو مع بالتوازي مع كل هذا يعني جهد، تم أيضا إنشاء مستشفى على أحدث النظم العالمية، اللي هي مستشفى 500-500 اللي موجودة في مدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر. وسيتم قريبا إن شاء الله افتتاح أول جزء من هذا الصرح العملاق. ده على مستوى البنية التحتية.
على مستوى، ولسه احنا على مستوى البنية التحتية، لانه المعهد ايضا استحدث هذا الجناح الجديد للعلاج الاشعاعي، يعني حيتيح هذا الجناح عمل 20,000 جلسة اشعاع سنويا، وهيعالج حوالي 1,000 مريض اورام. ده مش كده وبس يا فندم، هو من الاجهزة الحديثة جدا اللي هي تتميز بان فيها خاصية تسمى خاصية التتبع. وده بيركز بيدي اقصى جرعة علاجية لمكان الورم مع حماية الانسجة المحيطة به، وده بيمثل جهاز الجاما نايف وجهاز السايبر نايف، ودي من احدث الاجهزة اللي موجودة لعلاج مثلا اورام المخ وايضا اورام الرئة والبروستاتا والكبد. والحقيقة ده الحقيقة بيؤدي إلى أن المعهد القومي للأورام باعتباره أكبر مركز متخصص لعلاج الأورام في مصر والشرق الأوسط، بيعتمد بيؤدي إلى أنه بيضاف إلى يعني الشبكة الواضحة دلوقتي من مؤسسات ومراكز ومعاهد علاج الأورام في مصر. يعني كلمنا يا دكتور حسين عن هذا التقدم الذي تم في علاج الأورام في مصر إلى ما أدى إلى الآن. الحقيقة يعني طبعا لو قلت لحضرتك إن إحنا عندنا بقت شبكة واضحة جدا وقوية جدا تشمل زي ما قلت لحضرتك المعهد الأورام، وتشمل معهد أورام جنوب الوادي اللي هو موجود في جامعة أسيوط، وأيضا حوالي 20 قسم لعلاج الأورام موجودة في كليات الطب في الجامعات الحكومية، وأيضا حوالي 13 مركز لعلاج الأورام موجودين في وزارة الصحة. طبعا الأقسام علاج الأورام والمعهد الأورام دول تبع التعليم العالي، ال 13 مركز اللي موجودين في وزارة الصحة دول تابعين لوزارة الصحة، وهناك أيضا أضيف خلال الخمس ست سنوات اللي فاتوا 10 مراكز لعلاج الأورام تابعين لوزارة تابعين للقوات المسلحة. المراكز دي أساسا بتركز على العلاج الإشعاعي للأورام. وبعدين عندنا بقى الجزء الخاص بال يعني المجتمع المدني أو الجامعات الأهلية، عندنا وعلى رأسها بيجي الحقيقة مستشفى 57 للأطفال، ودي كانت جزء من معهد الأورام منفصلت. وبعدين بعد كده عندنا أيضا مستشفى شفا الأورمان في جنوب الوادي، وعندنا مستشفى زي مستشفى بهية، وعندنا الحقيقة مراكز أهلية كثيرة في اسكندرية، في مركز أيادي المستقبل، وفي طنطا، وفي المنصورة، وفي مدن كثيرة. كل هذه الأقسام والمعاهد والمراكز بتقوم بخدمة مريض الأورام في مصر. أيوة. سواء وبيتم توفير الدعم المادي من خلال الحقيقة العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. صحيح. طيب. أيضا حاليا بقى المجلس الصحي المصري بيقوم بعمل إرشادات علاجية لكي تعمم على هذه الشبكة الهامة، وبيبقى الهدف منها هو يعني إعطاء العلاج المناسب ومراعاة النواحي الاقتصادية. أيوة. أيوة. في العلاج علشان نقدر ان احنا نغطي مصاريف علاج مرضى الاورام في مصر. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين خالد استاذ الاورام وعميد معهد الاورام الاسبق. نظمت شركة انطلاق لدعم قطاع ريادة الأعمال المصري فعالية ريادة بعنوان الأعمال في مصر بين عراقة التاريخ وأفاق المستقبل. خلال الفعالية أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أن شركة انطلاق لريادة الأعمال تعد تجربة مصرية رائدة ونموذج شبابي يحتذى به في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة لديها رؤية وخطة عمل مدروسة لتحقيق تلك
تلك الرؤية التي استطاعت تحقيقها خلال عام بشكل احترافي، مشيدة بدور الشركة في أحداث تغيير ونشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال مجموعة شاملة ومتنوعة من محاور العمل. كما أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بمجال ريادة الأعمال، موضحة أنه وفقا للتقارير الدولية فإن أكثر من 70% من الوظائف تكون نابعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. حضراتكم يعني في البدايه حابب اشكر حضراتكم جميعا على حضوركم، وحابب اشكر تشريف الدكتور هالة السعيد وزير التخطيط والتنميه الاقتصاديه. صراحه دايما بنبقى شايفين رياده الاعمال ورواد الاعمال بشكل خاص ليهم نظره مختلفه لكل الفرص والتحديات اللي بتبقى موجوده. في نفس الوقت رواد الاعمال دول بيبقى دايما مصدر الهام وامل لكل مجتمعاتهم اللي حواليهم والمجتمعات الشبابيه كمان. والان مع كلمه معالي الوزيره وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه الدكتوره هالة السعيد. تفضل. مساء الخير على حضراتكم جميعا. الحقيقه ببدا ان انا اوجه الشكر والتقدير لفريق عمل انطلاق الاستاذ محمد ايهاب وكل زملائه من الشباب، شايفين ده او حاطين حلم ورؤيه، واهم ان هم حاطين حلم ورؤيه هم كانوا حاطين خطه مدروسه ازاي يحققوا بيها الحلم ده على ارض الواقع. وشفت بعد سنة حجم كبير من الإنجاز، وبنحتفل النهاردة يعني بالأكسلريتر بروجرام وبالخريجين منه وبشركات ناشئة فعلا على أرض الواقع. 70% من مشاوير أي شخص بتكون أقل من 10 كيلومتر، يعني مشاوير قصيرة. من هنا اتولد حلمي في تغيير الوضع ده. إيه الحل اللي ممكن يبقى يوفر لي وقت وفي نفس الوقت يساعدني ان انا اتنقل بتكاليف قليله، ويا سلام لو يكون صديق للبيئه. من هنا قررنا نصمم ونصنع اول دراجه كهربائيه مصريه. الموديل ده M150 مش بس بيحل لي كل المشاكل اللي قلناها، بل كمان بيوفر لي متعه في التنقل وجوده حياه وصحه افضل. M150 موديل من التيم مودلز قدرنا نطورهم في إيجايل. فيها كروز كنترول سيستم، سمارت مينتنس سيستم، فيها 10 مود اوف درايفنج بقدر اسوقها كعجله عاديه او كسكوتر وموتوسيكل. حلم التغيير ده مش بس احنا اللي بنحلم بيه، لا بالعكس فرصه نجاحه وفرصه السوق فيه كبيره جدا جدا جدا. حجم صناعه الاي بايكس على مستوى العالم مقدر ب 77.2 بليون يو اس دولار. حجم السام ماركت في مصر يقدر ب 10 مليار دولار. احنا بنستهدف ماركت شير 1% بقيمة 100 مليون دولار مبيعات في 5 سنين. في ناس ممكن تقول ان حلم التنقل الاخضر المستدام لسه قدامه كتير ولسه المجتمع مش عايزه، بس احب اقول لكم ان في مصر وفي الاسواق العربية كلها الناس عايزة وسائل نقل كهربائية، بس عندها مشكلة ان حد يوفر لهم حل متكامل، وده اللي احنا بنوفره في إيجايل. إن مصر عندها أكثر من 15 مليون نخلة، 9% من تعداد النخيل على مستوى العالم موجود في مصر. مصر بتنتج أكثر من 1 مليون طن تمور في السنة، وللأسف صادراتها 3%، وده طبعا لعدة عوامل كتيرة، وأهمها هي صعوبة عملية التلقيح، وطبعا ليه أسباب كتيرة، إن ما بقاش فيه عمالة مدربة، بقت عملة نادرة، التكلفة المرتفعة، الوقت والمجهود المبذل أثناء عملية التلقيح. ده كمان غير التغيرات المناخية اللي بقت مصاحبة لعملية التلقيح مع الجودة، وكمان النخيل المهدر أثناء موسم التلقيح اللي هو ما تلقحش أصلا. كان الحل بالنسبة لنا إن احنا قدرنا نستخدم الـ AI والداتا أناليسز، زي ما حضراتكم شايفين بالفيديو إن احنا قدرنا نستخدم الدرون إن هي تقوم بعملية التلقيح في أقل من 2 minutes. تقدر تطلع على رأس النخلة وتنزل حبوب اللقاح وترجع تاني في أقل من 2 minutes، وبنقدر نتحكم فيها بالبالم، يعني احنا نتحكم كنترول يعني بالنخلة الواحدة، أو نديها أوردر سيستماتيك ل 10 20 100 نخلة وترجع تاني. ونفس الفكرة في الفيديو بتاع عملية الرش، نقدر نتحكم فيها
نفس السيستم، اقل في الكوست وكمان اعلى في الجوده. يعني حتى الجرار اللي حضراتكم شايفينه ده في صعوبه جدا ان هي تمشي في الاراضي الزراعيه. دي بقى النقطه الحقيقيه مع العامل اللي هو اوريدي الكمبيوتر بتاعنا اللي موجود في مصر. يعني لو هقول العنصر البشري بيلقح النخله في 15 دقيقه، فاحنا بنلقحها في اقل من 2 مينتس. في عصر البيانات وعصر التحول الرقمي بقى سهل جدا ان احنا نقدر نجمع بيانات ونقدر نسجلها ويبقى عندنا مخزون كبير جدا من قواعد البيانات. ولكن السؤال الاهم، هل احنا بنقدر ندير البيانات دي بشكل صح؟ هل احنا بنقدر نحلل البيانات دي بشكل علمي ودقيق علشان نقدر نبني عليها قرارات وبالتالي تكون القرارات دي صحيحة؟ والسؤال الاهم، هل البيانات دي جيدة اصلا في الاساس قبل ما نديرها ونحللها؟ شركة IBM بتفترض انه تكلفة البيانات الغير جيدة اكتر من 3 تريليون دولار في السنة. ده بيودينا للحل وهو DIS. DIS باختصار شديد جدا هو اول اداة مصرية 100% قادرة على ادارة البيانات ونقلها وكمان اصلاح اي اخطاء فيها. تقدر تستخدمه في 8 حالات مختلفة، في أكتر من 15 فيتشر، وكمان بيدعم 5 أنواع من قواعد البيانات ودول بيمثلوا 30% من أنواع قواعد البيانات. وكمان ركزنا بشكل كبير جدا على المشكلة الخاصة بتخطي الوقت والتكلفة، وقدرنا نوصل لمئة ألف ريكورد في الثانية الواحدة. ده معناه ان انت لو عندك قاعدة بيانات مكونة من 1,000,000 ريكورد تقدر تنقلها في اقل من 10 ثواني. عارفين ايه اهم يوم في حياة اي بنت؟ يوم فرح. بس مع الاسف الفترة بتاعة تحضيرات الفرح هي اصعب فترة بتقابل اي بنت. الاول خليني اقول لكم هي الفترة دي اصلا صعبة ليه. مبدئيا تجهيزات الفرح بتاخد على الاقل 6 شهور وممكن توصل لسنة. في الوقت ده البنت ما بتبقاش عارفة تبدأ منين، تعمل ايه، تجهز لايه، تدور فين، ما فيش حاجة اونلاين، ما فيش اسعار، مش عارفة مين حلو ومين وحش. تبدأ بقى تمشي كده وتسأل الناس وتشوف هتعمل ايه وتغرق في الترتيبات لحد ما نوصل يوم الفرح وتلاقي نفسها كمان نسيت حاجات تعملها. طيب الناس دي احنا هنوصل لها بايه وهنحقق لها احلامها ازاي؟ بفرحي، وان ستوب هاب لكل حاجة الأفراح. عملنا إيه؟ عملنا بلاتفورم البنت تقدر تدخل عليه تدور على أي حاجة هي محتاجاها من أول الفانيو لحد الهانيمون، تقارن بين السبلايرز، تشوف الأسعار، تفرج على الصور، تشوف انسبيريشن، تعمل كل حاجة وتحجز من على الويب سايت. أو لو هي she needs a little more help ممكن تروح للجيني سيرفيس which is a personal assistant بساعدها في كل حاجة في التجهيزات. وعندنا كمان الفاليو added services اللي تخص مش بس العرايس، ده كمان الwedding businesses في الاندستري. خلينا نقول مين فينا مش متفق ان المركبات خصوصا العربيات بقت بتاخد مننا عدد ساعات كتير جدا في اليوم، كانت تكاد تكون قريبه من ان احنا بناخد عدد ساعات كتير في البيت في الشغل. بقى في العربيات نفس الموضوع، مع الفرق ان هي اللي بتودينا البيت والشغل وممكن ما نرجعش خالص. بعد ما شفنا موديل كده لقينا ان العربيات سواء بتعطل في اماكن فري ما فيهاش ناس او اماكن فيها زحمه بنلاقي ان تقريبا الريسبونس بيبقى شبه قريب، ما بيبقاش في حاجه قطعا نلجأ لها لما بيحصل مشكله في العربيه. الملاك العربيات بيقابلوا بعض المشاكل، اول حاجه قله الثقه مع مقدم الخدمه سواء فنيين سواء مراكز سواء ورش، دايما ما فيش اسعار واضحه في قطع الغيار. الحاجه الثالثه بنتوقع ان احنا لما نعطل في اي وقت هنلاقي رقم نتصل بيه، نيجي نعطل بجد نتصل بالرقم نلاقيه خارج الخدمه نلاقيش حد بيرد. فبالتالي كل التراكمات دي بتؤدي ان تخلي العربيات تعطل ويحصل ازدحام مرور ويحصل مشاكل كتير. عشان كده احنا عملنا ستبن بلاتفورم، هي خدمه بتقدم خدمات المركبات لمساعده المراكز وللعملاء، وان احنا نكون ستبن لكل طرف فيهم. الخدمات اللي احنا بنقدمها من اول تغيير الزيت لغايه الصيانه الكامله عند البيت، حتى كمان توصيل وتركيب قطع الغيار عند البيت، ايفن كمان الكار كير عند البيت، حتى الروت سايد اسيستنت عندنا 24 ساعه طول ايام الاسبوع سواء للكار اونر او للكوميرشال. دلوقتي بدعوا فريق انطلاق والشركات الناشئه بالمسرعه لصعود لالتقاط الصوره الجماعيه.
والحديث أكثر تفصيلاً عن هذه الفعالية التي نظمتها شركة انطلاق لدعم قطاع ريادة الأعمال، بتنضم إلينا على الهاتف المهندسة آية إسماعيل، وهي شريك مؤسس في شركة انطلاق. أهلا بك يا باشمهندسة، ما هو دور الشركة شركة انطلاق في دعم ريادة الأعمال؟ وطبعاً تحدثينا عن هذه الفعالية. دعم ريادة الأعمال هدفها دعم قطاع ريادة الأعمال المصري عن طريق ذراعين أساسيين. الذراع الأول هو الاستشارات والأبحاث اللي تخلينا نقدر نعرف أكتر شكل قطاع ريادة الأعمال المصري فين دلوقتي ومتجه لفين، والجزء الثاني أو الذراع الثاني هو مشاريع أعمال انطلاق، واللي كنا بنحتفل النهارده بتخرج أول دفعة من الشركات الناشئة الملتحقة بمشاريع أعمال انطلاق. طيب، يعني الفعالية بعنوان ريادة الأعمال في مصر بين عراقة التاريخ وأفاق المستقبل، لماذا هذا العنوان؟ يعني إيه اللي بيضيفه للفعالية يا باشمهندسة؟ إحنا لما بنحكي تاريخ ريادة الأعمال للشركات الناشئة أو إحنا جوه قطاع ريادة الأعمال، بنقول حقيقة واضحة وثابتة إن قطاع ريادة الأعمال المصري هو من أقدم قطاعات ريادة الأعمال في المنطقة أيام طلعت حرب، وممتد من طلعت حرب يعني نماذج كثيرة جدا على مدار السنين، كملت اللي بدأوا طلعت حرب وطورت عليه لغاية ما بدأنا في الألفينات كمان كملنا، وظهور بقى الشركات الناشئة التكنولوجية. فحبينا ان احتفالنا بالشركات الناشئة يبقى فيه جزء بيسلط الضوء، حتى مكان الحدث كان مكان قصر عابدين، وهو مكان من الأماكن العريقة جدا في مصر، ان احنا بنسلط الضوء على عراقة تاريخ قطاع ريادة الأعمال، وكمان ان في أفاق للمستقبل، وبنخرج شركات عايزة تضيف للاقتصاد المصري وعندها أفكار تدعم سواء دلوقتي أو في المستقبل. إزاي بتوصلوا لهذه الشركات يا باشمهندسة؟ مصر دايما فيها أفكار. إحنا فتحنا التقدم للمشرعة ثلاث أسابيع، تقدم أكثر من 130 شركة. الشركات دي تم تصفيتها وتم التحقق من مقدرتها أنها تدخل في مرحلة مشرعة الأعمال، وصلنا أن بقى معنا مجموعة من 9 شركات هي اللي التحقت بالمشرعة في دفعتها الأولى، وكملنا معاهم فترة تدريبية لغاية ما قدرنا نقدمهم النهاردة بشكل يليق بشركة انطلاق ويليق بيهم كرواد أعمال ناجحين وعندهم أفكار بتحل فعلا فجوات في المجتمع. إيه هي التسع شركات أو إيه المجالات اللي بتشتغل فيها التسع شركات اللي حضرتك ذكرتيهم؟ تكنولوجيا زراعية، ودي طبعا من أكتر الحاجات اللي على يعني رادارنا وعلى رادار حتى الدولة المصرية ودقية، إن الزراعة وهي من القطاعات الأساسية جدا في مصر يبقى فيها تكنولوجيا كمان تدخل فيها. تكنولوجيا طبية، وده برضو من القطاعات اللي فيها تطور كبير جدا في المنطقة وفي مصر. البيج داتا أو الحاجات اللي علاقة بنقل المعلومات والبيانات، وده طبعا مستقبل كله، والذكاء الاصطناعي ودخوله في كل الحاجات دي. الطاقة الشمسية أو الطاقة النظيفة، سواء بقى بـ 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 يعني شركة ناشئة تهدف إنها تعمل مصنع تصنيع الألواح الشمسية في مصر، أو كمان الدراجات الكهربائية اللي تساعد في بيئة أنظف، وغيرها من مجالات كتير مختلفة، كلها ستارت ابس وبتقدم حلول للمجتمع بالتكنولوجيا. طيب، يعني بعد هذه الفعالية ريادة الأعمال في مصر بين عراقة التاريخ وأفاق المستقبل، خطتكم في المرحلة اللي جاية إيه يا باشمهندسة؟ إحنا خطتنا مبدئيا مع الشركات اللي معانا، إحنا رحلتنا معاهم مش بتخلص النهاردة، هي هتكمل، وهنساعدهم إن هم يكبروا ويطوروا حجم أعمالهم ويجمعوا استثمارات ويكونوا إضافة للاقتصاد المصري. بالإضافة طبعا لخطتنا كانطلاق، إن إحنا زي ما طلعنا بحث عن قطاع ريادة الأعمال المصري، وطلعنا مؤشر قياس لأداء ريادة الأعمال المصري من شهرين، كان تقرير الأول من نوعه في مصر، هدفنا نكمل على التقرير ده ونطلع منه نسخ تانية بشكل سنوي، بالإضافة لبرامج تدريبية وبرامج ومنتجات بحثية تخص قطاعات بعينها، علشان ننظر لقطاع ريادة الأعمال اندستريز او صناعات مختلفه وقطاعات مختلفه، علشان دايما نطلع معلومات مبنيه على البحث تخلينا نقدر نقيم احنا فين في قطاع رياده الاعمال ورايحين لفين. بنتمنى لكم التوفيق. انا بشكرك المهندسه ايه اسماعيل، وانت شريك مؤسس في شركه انطلاق. وانتقل ايضا على الهاتف الى المهندس محمد ايهاب، المدير التنفيذي لشركه انطلاق. اهلا بيك يا باشمهندس. ويعني هذه الشركة شركة انطلاق لريادة الأعمال هي طبعا تجربة مصرية رائدة، نموذج شبابي بيحتذى به في السوق المصري، يعني الهدف من إنشائها وكيف نجحت في استقطاب الشركات الناشئة أو ما يطلق عليه ستارت أبس؟ أهلا جدا بحضرتك وشكرا جدا على المقدمة الجميلة دي، وتشرفنا من حضرتك. الحمد لله، يعني انطلاق النهاردة كانت بتخرج أول دفعة من مشاريع الأعمال الخاصة بانطلاق،
ودي كانت رحلة من 6 لـ9 شهور اشتغلنا مع شركات النشأة ان احنا نعرف قدراتهم ونبني لهم قدراتهم ان هم يقدروا يبقوا مستعدين لتوسعاتهم في الأسواق مش بس المصرية انما الإقليمية والعالمية ان شاء الله. بتبني لهم قدراتهم ازاي؟ يعني بتساعدوهم ازاي؟ احنا في مسارات الأعمال بنشتغل على تدريبات على مدار الشهور دي كلها مع شركات النشأة بشكل عام وفي نفس الوقت بشكل خاص ان هو كل شركة على حسب ان احنا نعمل تيلورد بروجرامز لهذه الشركات بناء على احتياجاتهم ويبقى متقدم لهم كل الاستشارات اللي هم محتاجينها. في نفس الوقت بالاضافه الى التدريبات دي احنا انطلاق تعتبر ثينك تانك لمركز بحثي في مصر. بالظبط كده، مركز بحثي هو بيطلع ابحاث تقدر توفر بيانات ومعلومات للشركات الناشئه مش بس في مصر انما الشركات الناشئه الاجنبيه والمستثمرين هم ازاي يقدروا يتوسعوا في مصر. في نفس الوقت بيبقى عندنا برامج غير مسارات الاعمال، برامج بتخص قطاعات معينه. عندنا برنامج منطلقه وهو برنامج لدعم المرأة المصريه في رياده الاعمال، في نفس الوقت عندنا برامج اخرى لدعم رياده الاعمال في الجامعات المصريه وهكذا. ده النهارده كان جزء من البرامج اللي احنا بنقدمها في شركه انطلاق. 70% من الوظائف يا باشمهندس بتكون موجوده دلوقتي في المشروعات الصغيره والمتوسطه، هل انتم منتبهين لهذا؟ طبعا يا فندم، زي ما حضرتك بتقول احنا في مصر الشركات ناشئه اكتر من 1000 شركه ناشئه في مصر. دول بيوفروا لنا اكتر من 50,000 فرصه عمل. غير كده كمان بقى لو اتكلمنا على حجم النجاحات اللي قدر الشركات دي تحققها، فقدروا يحققوا اكتر من ويجذبوا اكتر من 2 مليار دولار استثمار خلال 5-6 سنين اللي فاتت فقط. السنه اللي فاتت كان اكتر من 620 مليون دولار. فالحمد لله زي ما حضرتك بتقول شركات ناشئه ورياده الاعمال مركز دايما ومصدر لخلق فرص العمل، وكمان خلق فرص العمل اللي في قطاع التكنولوجيا اللي هي اصلا بتبقى الشباب فيها ذات يعني عوائد استثماريه بتجيلهم من بره بشكل كبير جدا، فلازم نعرف نستغل هؤلاء الشباب. بتحصل ساعات مشكله يا باشمهندس فيما يتعلق بالشركات الناشئه، انها بتبتدي قويه جدا ولكن تتعثر في الطريق والبعض ما بيكملش، ازاي انتوا يعني كمركز بحثي بتضمنوا استدامه الشركه الناشئه انها تكمل مش بس تبتدي؟ احنا حضرتك اللي بتكلم فيه ده صحيح، ومش بس في مصر ده في العالم كله. احنا اللي بيقدر يبقى عنده استدامه في مشروعاته هو اللي بيدور على الحيه في مشروعاته. اللي بيبقى عنده زي بزنس موديل او الاعمال اللي هو بيقدمها الاقتصاد او الوحده الاقتصاديه بتاعتها مظبوطه، فهو ده اللي بناء عليه يبقى فيه استدامه وفيه دايما الدخل بيقدر يطلع منه ربحيه وهكذا. في الوقت احنا رؤيتنا ان هو رياده الاعمال في مصر محتاجه يبقى فيها استدامه فعلا. ايوه. في الوقت تكون مرتكزه على 3 اكياس اساسيه: الدمج والشمول، ان هو ازاي يبقى فيه شمول لكل النطاق الجغرافي والشمول الاجتماعي، شمول ما بين كل اصحاب المصلحه الواحده. نفس الوقت ازاي يبقى فيه انوفيشن او ابتكار، ان هو يبقى عندنا بيئه داعمه دايما للابتكار ورياده الاعمال تقدر تخرج لنا من كل مراحل تعليميه تالنت بول او قدرات شبابيه تقدر بعد كده تتغذى في هذه المجالات في رياده الاعمال. وثالث حاجه وهي الاهم وهو التاثير، ان هو ازاي بقى البرامج والمشاريع اللي بتحصل في رياده الاعمال في مصر بتحط في ارقام، فبناء عليها نعرف نقيس التاثير ده، بناء على قياس للتاثير فنعرف نحلله مستقبليا ان احنا نعرف نستفيد بيه كل البرامج اللي بتحصل. طيب سريعا يا باشمهندس، ايه خطتكم في المرحله اللي جايه؟ احنا زي ما كنت بقول لحضرتك احنا بنقدم هنشتغل على برامج بحثيه بتربط ما بين مجال التوظيف او جوب ماركت اسسمنت والتيك هابس ومراكز الابداع والتكنولوجيا الموجوده على نطاق جمهوريه مصر العربيه اللي بتصل الى 75 مركز بحثي من مركز ابتكار وتكنولوجيا من قطاع العام وقطاع الخاص. نفس الوقت كل ده هيتربط مع المناطق الاقتصاديه والمناطق الحره في مصر وحوافزها وازاي الشركات الناشئه تقدر تستفيد من هذه التحديد الحره. ده جزء هنشتغل عليه. الجزء الثاني كمان هنشتغل على منتجات بحثيه على كل الخدمات الحكوميه المتوفره للشركات الناشئه في مصر، وازاي تعرف الشركات الناشئه تتحرك في كل الاجراءات اللي محتاجاها عشان تطلع كل الترخيص في جميع المجالات، مجالات تكنولوجيا ماليه، زراعه، تعليم، صحه، ايا كان. وده بيساعد كمان الشركات الاجنبيه تقدر تتوسع بسهوله في السوق المصري. احنا بنتمنى لكم التوفيق. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس محمد ايهاب المدير التنفيذي لشركه انطلاق. ما زلنا معكم مشاهدينا في حديث الاخبار، ونعود بحوارنا الرئيسي بعد الفاصل مع الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبد الحليم قنديل. ابقوا معنا.
اهلا بكم من جديد. وحديث عن قضية الساعة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تتواصل مجازر قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وتدمير للبنية التحتية واستهداف للمستشفيات. يأتي هذا فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوضع في غزة يمثل مأزقا وصلت إليه العلاقات الدولية. أعلنت منظمة الأونروا أن أكثر من 70% من البنية التحتية المدنية في غزة تعرضت للتدمير ولأضرار بالغة، وعبرت مفوضية حقوق الإنسان عن قلقها من هذه الهجمات الإسرائيلية على المرافق الطبية في غزة. يأتي هذا بينما تتواصل بالطبع الجهود المصرية من أجل وقف إطلاق النار والتحذير من خطورة اتساع رقعة الصراع، كما يسعى المشاركون في مؤتمر ميونخ للأمن لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. فهل ينجحون في ذلك؟ للمزيد من الحوار والتحليل معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد الحليم. وبداية، ما الذي يعكس تصريح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في غزة يمثل مأزقا وصلت إليه العلاقات الدولية؟ كيف أثر الوضع في غزة على العلاقات الدولية من وجهة نظرك بين الدول؟ هو غوتيريش كان يتحدث عن انقسام العالم، حالة الانقسام العالم التي من شأنها شل المنظمات الدولية فوق شللها الأصل، وهو يقصد بالنظام الدولي هيئات طبعا الأمم المتحدة وعجزها الظاهر. فغوتيريش تحول إلى ناقد للوضع الدولي، لا واحد من المسؤولين عن إدارة الوضع الدولي. وطبعا كلنا يعرف كيف أن إسرائيل أدرجت غوتيريش في خانة الإرهاب ودعم حماس وإلى آخره، يعني كما تفعل مع أي أحد في إطار ما نسميه بالعامية المصرية التلطيش في خلق الله أيا ما كانت أسمائهم أو جنسيتهم، أو الترهيب على له يرجع عن موقفه. ترهيبا طبعا، بس من الواضح أن الترهيب لم يؤتي أكله، لأنه لا زالت الانتقادات في مؤتمر ميونخ فيما تعلق الأمر بما يجري في غزة كلها منصبة على محاولة منع أو الغزو البري المنتظر من قبل كيان الاحتلال لمنطقة رفح. منطقة رفح منطقة ضيقة المساحة جدا، 60 كيلومترا مربعة، فيها 1.5 مليون فلسطيني، وإذا جرت الحرب فيها على طريقة الإبادة التي اتبعتها إسرائيل في غيرها من مناطق غزة، فببساطة سوف ننتقل من العد بأكثر من 100,000 شهيد وجريح ومفقود الآن إلى مئات الآلاف. هذه ليست كارثة، هذه يعني سوف تكون لا قدر الله أكبر مجزرة في التاريخ الإنساني. طيب، ننتقل أيضا إلى ما يحدث الآن بين إسرائيل والولايات المتحدة، هذه التجاذبات الظاهرية التي نراها ما بين الإدارة الأمريكية والحكومة في إسرائيل. هل ما زلت يا أستاذ عبد الحليم بتعتقد أنه هذا في الظاهر فقط، أم أن المشكلة حقيقية الآن؟ لا، هي طبعا في الظاهر فقط، بس هي مشكلة حقيقية في نفس الوقت. ما بين أمريكا وإسرائيل كما قلت اندماج استراتيجي، وفي دعم على كافة المستويات، دعم مالي ودعم عسكري، وآخر مظاهره طبعا ما جرى إقراره في مجلس الشيوخ من حزمة كاملة لأوكرانيا وإسرائيل وغيرها، ولم تكن إسرائيل بحاجة إلى شيء من ذلك. أود أن أذكر أن جوزيف بريل مثلا، وهو منسق الشؤون الخارجية للأمم المتحدة، للاتحاد الأوروبي، قال بوضوح، نسمع كثيرا عن موقف واشنطن الداعي لحماية المدنيين، لكننا لا نرى أي إجراء بالمقابل من قبل واشنطن لتقليل دعمها العسكري أو المالي لآلة العدوان الإسرائيلي. قال ما معنى ذلك، ثم قال منتقدا كلام عن خطط لتهجير أو نقل النازحين في رفح إلى مكان آخر، أنه لم يبقى من شبر آمن في غزة، لم يبقى إلا إرسالهم إلى القمر، قالها ساخرا يعني. هذا الجو لدى حلفاء، ومؤتمر ميونخ في الأصل ألماني، مبادرة ألمانية هذه نسختها 60، وفي هذه النسخة سيطرت الأوضاع في غزة على مجريات المناقشات، وأجمع الحلفاء الأوروبيون لإسرائيل على ضرورة التوقف. وطبعا واشنطن تتحرك في المساحة التالية، اللي هي مساحة الخلاف بين حكومة إسرائيل في واشنطن وحكومة إسرائيل في تل أبيب، خلافات التقدير لمستقبل العملية التي شناها معا على
الشعب الفلسطيني في غزة بقصد إبادته أو ترحيل السكان إلى مصر أو غيرها. طيب يختلف تقدير الولايات المتحدة، يختلف تقدير الولايات المتحدة إسرائيل. تقدير الولايات المتحدة باختصار أن اللعبة انتهت وأننا خسرنا هذه الجولة، وأنه من الأفضل لإسرائيل أن تطوي هذا الملف الآن استعدادا لإمكانية الاستئناف في المستقبل أو العمل بطرق أخرى سياسية أو غير سياسية تحت عنوان الدولة الفلسطينية ونزع سلاحها ومنع، يعني خطط مركبة للخلاص من الموقف. لماذا تفعل الإدارة الأمريكية ذلك؟ لسببين. اللي هي حكومة إسرائيل في واشنطن تفعل ذلك، سبب أول أنها تورطت بالفعل ليس فقط في القيام بالعدوان المشترك على غزة، وإنما أيضا تتورطت في غير مكان بالمنطقة من اليمن إلى العراق إلى آخره، ودخلت في حرب تستنزف هيبتها ومكانتها في العالم ككل وفي المنطقة، وتعرضها لصدام مع جماعات صغيرة لا يمكن أن تهزم أبدا، لأنها لا تهتم ولا تقاس هذه المعارك بالسيطرة على أرض أو التقدم على أرض مفتوحة، تماما كما أن إسرائيل لا تستطيع قياس أي تقدم في غزة. هي تصر على الذهاب إلى رفح. لماذا؟ يقول لك السيد نتنياهو اليوم: لأنني لا يمكن أن أقف عند ثلاثة أرباع العملية والربع الأخير في رفح، وأريد القضاء على كتائب رفح. طب هو السؤال البسيط: هل قضيت على كتائب شمال غزة، مدينة غزة، الوسط، خان يونس؟ لا شيء، لا يمكن قياس التقدم. والسبب ببساطة فأنه لا يمكن قياس التقدم أننا بصدد عالمين من القتال: عالم فوق الأرض يستطيع أن يمشي فيه كما يشاء، وعالم تحت الأرض. إذ أن التقارير المخابرات الأمريكية تتحدث عن 80% من أنفاق غزة سليمة، وامتداد هذه الأنفاق تراوحت التقديرات الأمريكية ما بين 560 كيلومترا إلى 720 كيلومتر. فهنا التصور الأمريكي أنه يتوجب الاعتراف بالإخفاق ومنع المزيد من الإخفاق بالنسبة لإسرائيل. اثنين، السبب الآخر الظاهر أنه خلافات الانتخابات بين نتنياهو وبين بايدن. بايدن يحس أن هذا الموضوع، موضوع حرب غزة الجارية، يستنزف سمعة أمريكا الأخلاقية من جهة، ويستنزف شعبيته في الداخل الأمريكي في عام انتخابات مقررة في 5 نوفمبر المقبل. فهو لا يريد لنتنياهو أن يجره معه إلى القاع، بينما نتنياهو الحرب واستمرارها يتصور أنها تخدمه وتضمن بقاؤه، لأن انتخاباته مقررة في 2026، ولا يريد كما قال اليوم بوضوح ليس هذا وقت إجراء الانتخابات، مع تزايد إيقاع المظاهرات في تل أبيب اليوم وفي حيفا وفي غيرها المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بعد فشل الذي يصورونه لنتنياهو على أنه فشل في إعادة أبنائهم الأسرى، ويعيق مفاوضات باريس التي انتقلت إلى القاهرة. طيب أستاذ عبد الحليم، يعني اللي حضرتك ذكرته ده بيقول إن في خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبعد مكالمة ما بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خرج نتنياهو يقول لا إملاءات، لن نخضع لأي إملاءات. إذن كان هناك إملاءات في هذه المكالمة؟ بالطبع، بايدن يريد أن يغلق الصفحة، أن يطويها، وأن يتصرف سياسيا، وأن يغري نتنياهو بأن هناك إمكانية لتطبيع مع دول عربية جديدة إلى آخره، وأنه بايدن يحاول الظهور بمظهر الإنساني، أو يعني بمعنى أنه هو يدرك ما سيجري إذا دخلت إسرائيل إلى منطقة رفح، وأنه لا جدوى عسكرية من هذا الدخول، لكنه ببساطة شديدة يتحرك في بيئة سياسية في الولايات المتحدة الأمريكية طرفاها الديمقراطي والجمهوري يقدسان العلاقة مع إسرائيل. أهلا بحضراتكم من جديد. يبقى نصر أكتوبر المجيد أعظم الانتصارات المصرية التي عاكست قوة وإرادة وتحدي المصريين لكل الظروف والتحديات، ولا زال هذا النصر يبوح بأسراره رغم مرور 50 عاما عليه. وبعد مرور 50 عاما على هذا النصر المجيد، وزارة الدفاع تنشر وثائق جديدة عن حرب 6 أكتوبر.
طيب ونحن نشاهد هذه الوثائق مشاهدينا الكرام، ما زال معنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل. أستاذ عبد الحليم، أولا يعني أهمية أن تنشر وثائق من قبل وزارة الدفاع عن نصر أكتوبر المجيد إلى اليوم، يعني يمكن هذه الوثائق أهم ما يوجد بها هي الخطة شامل والتي تحدثت عن التخطيط لتصفية الثغرة بعد بداية الحرب، أهمية أن يعرف الشعب هذه المعلومات. يعني طبعا نحن الآن في هذا العام كانت مرت 50 سنة على نصر أكتوبر، وهذه الذكرى ذكرى يعني محورية، وأعتقد أنه ما جرى أنه مع هجوم 7 أكتوبر الفلسطيني وما تلاه إلى اليوم تم إلغاء عدد من الاحتفالات أو الفعاليات التي كانت مقررة في هذا التاريخ. أظن أن هذه الوثائق كانت جزءا منها. طبعا إفراج عن هذه الوثائق مهم جدا، لأننا في مصر عموما في مشكلة يعاني منها المؤرخون أنه عدم إتاحة الوثائق الكاملة. أنا أظن أنه بعد مرور 50 سنة لابد من الإفراج عن كافة الوثائق المتعلقة بحرب أكتوبر. ليس وهذا ليس مهما فقط لأنه 6 أكتوبر 1973 كان واحدا من أعظم أيام الشعب المصري وأعظم أيام الجيش المصري، لكن أيضا لأنه من حق المصريين أجيالا وراء أجيال من العسكريين والمدنيين أن يعرفوا تجاربهم وكيف انتصروا فيها وكيف يمكن أن يعدوا إلى الانتصارات أكبر، فوق حق المعرفة بالتاريخ المصري موثقا يعني. فأعتقد أن ثغرة الدفرسوار التي جرت في هذه الحرب واحدة من الألغاز أو القضايا المهمة التي جرت خلال هذه الحرب، وقيل ما قيل في مذكرات القادة حول خلافات بشأن تصفيتها، كشف الستار أو إزاحة الستار عن هذه الوثائق وغيرها مهم جدا لتحديد أين تقع الحقيقة بالضبط. في هذا الوقت كان الفريق سعد الدين الشاذلي رئيسا لأركان الجيش المصري ولعب دورا محوريا، وجرت بعض الخلافات في تقدير القادة العسكريين بين فكرة التقدم بأبعد من مدى الغطاء الجوي الذي كان يشكله حائط الدفاع حائط الصواريخ العظيم أو إعادة بعض القوات لتصفية الثغرة أو شيء من ذلك. طبعا إزاحة الستار عن هذه الوثيقة مهم، لكني أدعو بهذه المناسبة إلى إزاحة الستار عن كافة الوقائع والوثائق المتعلقة بحروب بنا كافة، سواء التي انتصرنا فيها كحرب أكتوبر أو حتى حرب 56 وحرب 67. هذه الوثائق بالغة الأهمية ليس المؤرخين فقط بل عموم الشعب المصري. أهمية تذكر نصر أكتوبر في هذه اللحظة متعددة الموارد. المورد الأول أنه أولا 6 أكتوبر لم ينتهي بس فقط بعد 16 يوم من الحرب، جرى في تاريخ مصر المفارقات بأثر ما جرى في سيناء وبعد ما سمى معاهدة السلام وغيرها وما الحقيقة الأمنية، أشياء كثيرة جرت في نهر الحضور المصري في التاريخ، وجرى أنه ما عرف في السنوات الأخيرة باسم الحرب على جماعات الإرهاب في سيناء. وأنا لي تصور أنه ببساطة هذه الحرب في جوهرها كانت وصلا لمن قطع في حرب أكتوبر 1973. مضمون هذا الوصل هو تحويل التحرير الذي لحقته شوائب بمقتضى معاهدة السلام، وتحوله إلى تحرير حقيقي دخل فيه الجيش المصري إلى مساحات كان قد تقرر في ملاحق المعاهدة نزع سلاحها أو تخفيف القوات فيها، وكاد الجيش المصري يعود إلى حدوده التاريخية مع فلسطين المحتلة، وهذه نقلة كبيرة جدا في تفكيك قيود فرضت على الإرادة المصرية. طبعا تفكيك هذه القيود مهم لكي تواجه مصر أوضاعا لم يكن يتخيلها أحد أو البعض بالذات ممن كانوا يعولون على أنه السلام دائم بذاته، بينما لا سلام يدوم إلا استنادا إلى القوة والاستعداد الدائم لحرب قد تفرض.
ولهذا ندعو المواطنين للاطلاع يعني بشكل تفصيلي عن هذه الوثائق، لأنها وثائق مهمة للغاية تتعلق بما حدث في حرب أكتوبر وهذا النصر المجيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا الحوار أستاذنا الكبير الأستاذ عبد الحليم قنديل، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من حديث الأخبار على شاشة إكسترا نيوز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.